طبعا بكل سهولة. إذا مو عارفين ترسموا دخلوا الجوال من جوا، بس أهم شي علوا الإضاءة. تطبيق سريع، أحلى إبداع بدون أي مجهود. سوري بأقل مجهود، لأن هذا يعتبر مجهود بصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة شدو آرت. اليوم بإذن الله راح نرسم على توت باك للجامعة. طبعا مو شرط للجامعة، عادي أي شيء. نيلان هنا تشيك على النباتات إذا مرتبة ولا لا، تسوي أي شيء مفيد عشان ما تنطرد. طبعا أول شيء راح نلصق الحواف بأي لصق عندكم، بس أهم شيء عشان الأطراف تكون نظيفة، وإذا خلصنا يعني الرسمة تكون كأنها طباعة. ما عندي إلا ذا النوع من اللصق، وكنت خايفة مرة إنه ما يثبت، بس الحمد لله أدى الغرض وكان مرة تمام. طبعا أنا متعودة دائما إني أخطط بعدين أجي ألون الخلفية وأتورط إني راح أمسح التخطيط اللي خططته، بس هذه المرة راح ألون الخلفية كاملة وانتظرها تجف بعدين أخطط الرسمة. فجبت هذا البلت النظيف عشان أبدا أبدا ما كان عندي أوسخ منه. جاتني فكرة بعد المقطع هذا أصور مقاطع كيف أنظف البلتات اللي عليها ألوان متراكمة، وممكن نجرب أشياء منتجات يعني تزيل الألوان وتسعفنا. هذا مو اسود، هذا ابيض. لا لا شيء ايش؟ يس ابيض. هذا ثاني، هذا ثاني، هذا. طيب بحطين لون ثاني. طبعا عشان نكون الدرجة المميزة من البيج راح نحط نقطة احمر، انا راح احطهم على جنب وبعدين انا اخلطهم بالفرشة، ونقطة اصفر. بسم الله. خد اسود. طبعا البلد حقي بيشكي، معلش يا حبيبي، راح انظفك في المرات القادمة. طبعا انا ما استخدم الا الالوان الاساسية، وكل مرة برسم اكون اللون اللي ابغاه. طبعا اقدر اكون اي درجة ابغاها، فممكن اسوي تحديات اكون درجات. واو يحمس، انتظروني في سلسلة جديدة. طبعا زودت اصفر كثير لان هذا الاصفر حقي الصبغة فيه خفيفة، فقد ما احط ما يلون. واخيرا وصلت للدرجة اللي ابغاها، فرح ابدا الون الخلفيه كامله بهذه الدرجه. طبعا الدرجه كانت فاتحه قبل في البلت، ويوم جيت احطها عشان الشنطه افتح بانت الدرجه مره غامقه، بس عادي الدرجه حلوه يعني بكل الاحوال. فجاه جاتني لحظه ادراك اني ما حطيت شيء في الشنطه من جوا عشان لا تنعدم الطبق اللي ورا. ما ادري اذا كانت الالوان حتدخل ولا ما حتدخل، بس كحمايه لازم اامن نفسي. لونت الخلفيه باللون البيج. طبعا عشان المسامات حقت الشنطه لازم الالوان يكون فيها مويه شويه، او انكم كل شويه تبلوا الفرشه وترجعوا تلونوا عشان تنسد كل المسامات اذا بترسموا على قماش. او بكل سهوله بخوا المنطقه اللي تبوا ترسموا عليها، بخوها بمويه عشان تضمنوا انه اللون يدخل في كل مكان. بس عاد رشات مويه مو تغرقوها، بس كترطيب. انا عن نفسي ابل الفرشه والون. طبعا لان اللون غامق احتجت بس طبقه واحده، لكن اذا كان اللون فاتح ومثلا الشنطه غامقه ممكن تلونوا باكثر من طبقه. بس بعد ما لونت الخلفية ذحين جاء الوقت اللي أخطط. انتو عندكم طريقتين للتخطيط، في طريقة اللي وريتكم هي ببداية المقطع، أو إنكم ترسموا بنفسكم إذا عندكم مهارة، أو إنكم تشوفوا الرسمة. طبعا حوريكم الطريقة في مقطع شورت أو في مقطع ثاني. المهم أنا سويت كذا بقع باللون الأبيض، حسيت إنها تكون أحسن، وأخذت القياسات عشان أقدر أرسم الجسم. طبعا أنا عندي كذا الطريقة في مخي لازم أسويها عشان أقدر أخطط الرسمة إذا كنت برسم جسم. أول شيء لازم أحدد المسافة اللي راح أرسم فيها الجسم، يعني طول الجسم كيف راح يكون. بعدين أنا أقسم الأبعاد على حسب القياسات اللي أعرفها. إذا حابين أوريكم بعدين كيف ترسموها. طبعا أنا في رسم الجسم أعرف القياسات والأبعاد، وبعدين أنقل من الصورة بالضبط كيف شكلها وأسوي. بس أكيد أحتاج أني أمارس كثير عشان تسهل علي الرسمات مرة، لأني ما أرسم بورتري ولا أرسم وضعيات جسم ولا شيء، بس يعني أحب أنقل من الصورة زي ما هي وأسويها زي اللي أشوفه يعني. فهذه النتيجة ما توقعت بصراحة أنها تزبط، جاء في بالي أنها ممكن تكون معوقة، بس فجأة اكتشفت أنه البنت مسوية التمرين غلط، رجلها مايلة على هناك يعني ممكن تجيها إصابة. فمسحت وعدلت الرسمة، عدلت الرجل يعني، وكملت التخطيط وكذا زبطت. آخر شيء رسمت عليها اللبس اللي أبغاه، وبدأت بتلوين البشرة. طبعا كونت اللون البني عشان ألون البشرة، ولونت اليد ولونت الوجه وأطراف الشعر باللون البني. بعد كذا احترت بصراحة بلون اللبس، بس بعدين استوعبت إن اللي بسوي لها اللوحة تحب اللون الأزرق، فكنت محتارة كمان في درجة الأزرق،
جربت هذه الدرجة بس حسيتها شوية كذا فاقعة وكنت أبغى أطفيها شوية. خلطت نفس الأزرق باللون البني شوية وكمان شوية أسود، بعدين راح أرجع ألون وأشوف الدرجة إذا كانت حلوة ولا مو حلوة، بس أحس إنه كذا خلاص صارت الدرجة فخمة. أوكي حبيت الدرجة بصراحة. طبعا لازم تفهم إنه لون الأكريليك لا دائما إذا نشف بتكون الدرجة أغمق، فأنتوا دائما لازم تفتحوه، لأنه قد ما تكون الدرجة من يوم ينشف في التلوين على طول راح يصير غامق، إلا عادي إذا أنتوا أصلا تبوا درجات غامقة فعادي. بعد ما خلصت تلوين لبس الدكتورة بدأت بتلوين الشعر، وأبغى أسوي شعر كيرلي منكوش. طبعا هذه التسريحة مرة أحبها من تسريح الكيرلي، وأحسها أكثر تسريحة يعني إذا شافوها الناس يقولوا شادية. طبعا إلا أمي إذا شافتها حتقول فين التسريحة هنا، أنا شايفة نكشة وشعر يفجع زي الجني يعني ما راح تشوف اللي أنا أشوفه. فعشان كذا خلونا نتخطى مع بعض أنا وكل الناس اللي يحبوا هذا الشعر المنكوش. المهم راح نكون درجة فاتحة من نفس اللون اللي هو لون البشرة عشان نفصل الرقبة عن الوجه. يعني طبعا حطيت في الرقبة في نهاية الرقبة تحت الوجه ظل، وعلى أطراف الوجه راح أحط لون فاتح بس عشان يبرز الوجه أكثر، وراح أنور أي مكان يحتاج له تنوير، لأني بصراحة قاعدة أرسم الرسمة من مخي فما عندي صورة أخذ منها الظل والنور. وهنا راح نرجع لتفاصيل الشعر. طبعا هاخذ اللون الأسود وأبدأ أسوي كذا خطوط متعرجة تبين إنه الشعر ملفلف، يعني عادي كذا أسوي دوائر دوائر صغيرة. أول شي راح أسوي الكيرليات باللون الأسود، بعدين راح أفتح اللون الأسود وأسويها بلون رمادي، يعني أفتح من الأسود عشان يعني تبين كثافة الشعر وتبين الخصل. كل شوية أفتح اللون وأضيف لفلفات، وكل شوية أفتح اللون. ومن الأطراف حطيت لون بني، طبعا على حسب إذا تبوا الشعر أسود كامل خلوه أسود، بس أنا خليته من الأطراف شوية بني. وبعدين راح أحدد ملامح الوجه، ما برسم ملامح بس أبى أحدد إنه هنا في فم وهنا في خشم وبس. والله هذه النتيجة المبدئية بصراحة لهنا أنا مرة تعبت، وأحس إني لازم أخذ فاصل أروح أسوي لي مشروب وأروق، لأن الكرسي حقي أبدا مو مريح. هلو من اليوم الثاني، طبعا الراحة مرة طالت وبصراحة ما حسيت إني أبى أرجع أكمل يوم رحت أريح، وأساسا ألم ظهري ما كان يسمح لي أرجع أكمل. فالرسامين لوحدهم ترى راح يفهموني، وأي شخص يسوي أعمال يدوية أتوقع كمان راح يفهمه. المهم حبيت أضيف في هذه الجهة أوراق شجر حسيتها راح تكمل الرسمة، فراح أرسم هذه الشجرة بصراحة ما أعرف إيش اسمها، بس إنه شكل الورق مرة عجبني بلون زيتي، وجنبها راح أسوي شجرة ثانية بس بلون أفتح شوية. وحاولت أفتح اللون بس قاعد يغمق كل ما ينشف، فما في مشكلة، المهم إنه الشكل في النهاية مرة طلع يجنن. وأنا على فكرة مرة أحب النباتات، في أي شيء أحب أضيف نباتات، في أي شيء أحب أضيف شجر، وحتى اللي بسوي له هذه الرسمة تحب مرة النباتات، فعشان كذا حسيت إني أضيفها هنا. وآخر شيء أضفت تفاصيل، حطيت خطوط في وسط أوراق الشجر وحددتها باللون الزيتي. وأخيرا راح أشيل اللصق. طبعا الاطراف مره محدده والشكل مره مرتب، وهذا اللي كنت اتمناه، يعني كاني حرفيا طبعت الصوره مو رسمتها. اخر شيء راح ارسم الدامبل ولا ايش اسمه الاوزان هذه، انا ما ترى مالي مره في الحديد بس اسوي نفسي. المهم خلوه يصير اوكي، غششوني اسمه في الكومنت. طبعا جيت ارسم السماعات وجبت العيد، واكيد راح امسح بسرعه لان اللون ما هو ناشف، يعني اللون الاكريليك اذا ما نشف يتمسح بسهوله، فمسحته لأنه كمان أكريليك على أكريليك، لو كان على القماش دايركت ما راح يمسح، لكنه أكريليك على أكريليك فخلاص مسحته. وعدلت الخراب اللي سويته، كملت السماعات، هي سماعة دكتورة لأني قاعدة أرسم دكتورة. طبعا كنت مرة محتارة بصراحة كيف أبين إنها دكتورة قاعدة تتمرن، فما كان في فكرة في بالي. كنت في البداية بسوي نص الرسمة، يعني كذا أحط خط ونص الرسمة أخليها واحدة تتمرن يعني في النادي ولابسة ملابس النادي وأدوات النادي جنبها، والنص الثاني أخليها دكتورة ولابسة لبس المستشفى وأغراض المستشفى نفسها، بس يعني راح تكون نفس الشخصية بس مقسمة. المهم جات في بالي هذه الفكرة وطبقتها. وهنا قررت أحط أخراس للرسمة، وحسيت إني جبت العيد، إسعاف إسعاف إسعاف، بسرعة مسحتها وحاولت قلك رجع أخراس أخلي الأخراس أحلى، ما هي راضي تضبط يا جماعة، خلاص حذفتها، قررت إني أحذفها نهائيا ما بالأخراس. وطبعا حسيت الرسمة ناقصها شيء ماني عارفة، بس مرة احترت ايش اضيف لها شيء يكملها.
آخر شيء قررت إني أكتب optimism يعني تفاؤل، وحسيت إنه الكلمة مرة تليق مع الوضع، يعني دكتورة وتتمرن، يعني من جد من جد تفاؤل وطاقة، يعني أحس إنه الصورة مرة كذا تناسب هذه العبارة، فكتبتها وأضفت لها ظل في النهاية، والظل خلى حروف الكلمة توضح، يعني خلى الكلمة تبرز وخلاها أوضح، وبصراحة صارت أجمل الرسمة كلها، أحسها أكتملت يعني كذا صارت راكبة مع بعضها بعد ما كتبت هذه الكلمة. طبعا اتحمست وقلت ليش ما أضيف ظل كمان على الشجر، يمكن يخليها أجمل زي ما العبارة صارت جميلة، وبصراحة خفت إني أجيب العيد، بس الحمد لله النتيجة طلعت كمان مرة تجنن، ظل حيكون بنفس لون الخلفية، ظل على الخلفية نفسها. وآخر شيء حسيت إني تعبت صراحة، وبوقف الرسمة هنا وأكمل في مقطع جاي، بس شديت حيلي وقلت خليني أرسم الشوز الله يكرمكم، فاحترت كمان بلون إيش ألونه، هل ألونه بلون أبيض ولا لون أورنج، آخر شيء قررت أخليه لون أحمر زي لون السماعات، وبصراحة النتيجة طلعت مرة تجنن، والرسمة كذا اكتملت. أوبس جبت العيد ثاني، طبعا ما عاد صرت أخاف أمسح بالمنديل وتنحل كل المشاكل، خلاص اتعلموا مرة ثانية إذا عدمتوا بالأكريليك أمسحوا في نفس الوقت، لأنه لو نشف ترى حرفيا ما في رجوع أبدا، وكمان إذا كان على القماش ترى تقدروا تشيلوه، بس لازم موية في نفس الوقت وعلى طول يروح، لكن لو نشف أكيد ما راح يروح. بعد ما رسمت الشوز حسيت إنه من جد الرسمة اكتملت، وكذا بصراحة مرة حبيتها، باقي بس اليد اللي فوق، طبعا أكيد ما في أحد لاحظ إني أنا ما رسمتها من أول، لأنه حتى لو نزلت في سناب ما حد لاحظ إني ما نزلتها، بس اليد اللي فوق ما راح ألونها، وراح أخليها للمقطع الجاي، لأني في المقطع الجاي راح أرسم من الجهة الثانية تفاصيل تخص الدكتورة والرياضة في نفس الوقت. بس كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المتابعة، لا تنسوا تتابعوني في حساباتي في السوشيال ميديا. أوه لحظة، باقي فقرة ما خلصناها، بعد ما نكمل الرسم ونكمل نتأكد إنه الألوان كلها نشفت، راح نجيب صديقنا الصدوق عشان نحمي الرسمة ونحافظ عليها لوقت أطول. طبعا مو لازم المود بودج، في أنواع كثير للورنيش، أهم شيء عشان نحمي الرسمة، وفي بخاخ، وغير كذا كمان تقدروا تستخدموا الغر الأبيض حتى هو ينفع عادي، يحطوا أكثر من طبقة ويؤدي للغرض. في كمان غر القماش حتى هو لونه أبيض، إذا حطيتوه راح ينشف في النهاية ويصير لونه شفاف. هنا الرسمة بعد ما وزعت عليها طبقة الحماية بالتساوي، طبعا راح أخليها تقريبا وقت قصير، وهنا ثبتت الجوال وصورت تصوير سريع يبين كيف طبقة الحماية تتحول من لون أبيض إلى لون شفاف إذا نشفت، وبس هذه هي النتيجة. ما أدري كم الوقت اللي أخذته، بس يمكن نص ساعة لأني أنا حطيت الجوال ومشيت. وبس والله ان شاء الله استفدتوا، وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المتابعة، لا تنسوا تتابعوني في حساباتي في السوشيال ميديا. دام انتم مشتركين حطوا سبسكرايب على الجرس عشان ينزلكم كل شيء جديد. بابا لا شوي انتي شوي الفيديو حقي انا مو انتي لا